معي الدكتور عبد الله الحقباني الآن متجهين إلى إطلاق الغزلان في منتزه حريملة الوطني. طبعا هذه لأول مرة، إذا نجحت إن شاء الله سوف تطلق في بقية المنتزهات، يعني الناس تشوف الغزلان قدامها. إيش رأيك يا دكتور في هذا اليوم؟ والله الحمد لله هذا من الأيام الجميلة نرى فيها إطلاق الحياة الفطرية في المنتزهات الوطنية، والتي إن شاء الله نأمل أن تنمو وتزداد وتتطور. يا سلام. ويرتفع مستوى الوعي البيئي بأهمية الحياة الفطرية والمحافظة على الأشجار البرية لتعود بيئتنا الطبيعية كما كانت وأفضل إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا يا دكتور. شكرا. هذا الآن الناس متجمعة. يلا ترجع كده الله يجزاك خير اللي وراك. اثنين ان شاء الله لسه باقي هناك، ما في مشكله. حي الله الجميع، يا مرحبا ويا مرحبا، ما شاء الله تبارك الله، بارك الله في هذا الجمع الطيب المبارك، والحضور والقنوات اللي شاركوا معنا ويبثون لنا هذا الخبر القادم. باقي شيء دكتور؟ قاعد ياك ما شاء الله. طق ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. انطلاق افضل، ايوه انطلاقه سريعه ما شاء الله. ذكر ما شاء الله ما شاء الله. باقي واحد هنا. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. يلا ربنا يبارك فيها وان شاء الله التاوم ان شاء الله عندنا ان شاء الله التاوم باذن الله. حي الله الجميع، يا مرحبا ويا مسهلا، ما شاء الله تبارك الله، بارك الله في هذا الجمع الطيب المبارك، والحضور والقنوات اللي شاركوا معنا ويبثون لنا هذا الخبر وهذا الطيب المبارك. نشكرهم جزيل الشكر على تحملهم مشاق السفر وتقديم ما يرغبه المواطنون، وحفظ الله مملكتنا حكومة وشعبا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو عمر العسكر محدثكم في منتزه شعيب بحريمنا. جزاه الله خير، وهذا المشروع المبارك أتى بمباركة ومباركة أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر حفظه الله، وجهود الأخوان جزاهم الله خير، وحضور الدكتور أسامة جزاه الله خير، والأخوان في الزراعة مهتمين، وهي الحقيقة نواة مباركة في منتزه حريملة الوطني. نتمنى أن ترى التوفيق بإذن الله، وهي بادرة لأول مرة على مستوى المملكة أن يكون في إطلاق الضباء في منتزه وطني. إن شاء الله أنها تكون بداية موفقة. شكرا للأخوان في الزراعة لمقدمتهم معالي الوزير جزاه الله خير، والأخوان وأيضا لجميع الإعلاميين اللي حضروا جزاهم الله خير، والناشطين البيئيين لهم مني كل الشكر والتقدير على مشاركتنا. وأيضا الشكر يمتد لأهالي حريملة اللي الحقيقة حافظوا على هذا المنتزه، وكان لهم جهود مباركة تذكر ويشكرون. شكرا لك شكرا لك ما قصرت. دكتور أسامة فقيها كلمة. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذا يوم مهم جدا في تاريخ البيئة. نحمد الله سبحانه وتعالى
على التوفيق لهذا اليوم. هذه زي ما تفضل سعادة المحافظ أول مرة يطلق ضباء في متنزهات وطنية، وهذا نتيجة تعاون ما بين وزارة البيئة والزراعة وعمارة منطقة الرياض بقيادة سمو وزير المنطقة ياسر بن ملدر، وهذا ضمن مبادرة وزارة البيئة والزراعة لتطوير المتنزهات من ناحية البنية التحتية ومن ناحية البيئية. جزء من التطوير البيئي هو التشجير مثل ما ترون، والجزء الآخر هو عملية إطراءها بيئياً، والضباء هذه هي إعادة للضباء إلى مواطنها الطبيعية التي كانت تعيش فيها، وهي جزء مهم جدا من منظومة البيئة، ونتطلع إن شاء الله أنها تعود إلى ما كانت عليه وتساهم في إثراء هذا الموقع، اللي طبعا نشكر سعادة المحافظ وأهالي منطقة حريم اللي ضربوا مثل كبير في تأثير الحماية على المحافظة على الغطاء النباتي في شعيب حريم، نعتبر من المناطق المميزة المواقع المميزة في الحفاظ على الغطاء النباتي نتيجة الجهود المشتركة ما بين الوزارة والمحافظة وأهالي حريمل اللي لهم مساهمات إيجابية في هذا الشيء. شكرا لك. لما يجتمع المسؤول مع المواطن يعملون شيء آخر نفرح فيه أمام الدول. شكرا لك يا دكتور أسامة، شكرا للمسؤولين، شكرا لوزارة الزراعة والبيئة والحياة الفطرية، شكرا للمواطنين، شكرا للمحافظ وكل من ساهم في إعمار هذا البلد المعطاء. شكرا لكم جميعا. شكرا يا أخي. الله، مثل الضبع. يا سلام يا سلام، هذا اللي انتظرناه سنين تحقق أمامنا في منتزهاتنا البرية. تطلق الغزلان، يجون هالناس يتفرجون بالمجان عليها. شكرا لكم، شكرا لكم، شكرا يا الحياة الفطرية، شكرا يا وزارة البيئة. أي جهود تعملونها من أجل البيئة نشكركم ونفتخر. شاري شاري، أنا بروح هنا فقط. شبك طبعا، وفي حراسة مستحيل أحد يقربها أو يجيها. هذه إناث محن ذكور. الله 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 الله، شوف 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 اللعب بالطبيعة. إن شاء الله هذه أمهات لأجيال قادمة. شوف التيس محن، شوف حين يبي يطعم منه. الله، محن ذكر واحد. يا حلو المشي. معنا حقين الحياة الفطرية عبد المحسن العجمي، مصور رائع جدا، رهيب، صور كثيرة للطيور والحياة الفطرية. اليوم يوم شفتهم أطلقوا الغزلان، والشعور كمصور شفت جمالها كيف؟ أكيد شيء لا يوصف، لكن عاد الله يتم عليها إن شاء الله ونلقاها إن شاء الله في ازدياد إن شاء الله. إن شاء الله. وطبعا هذه تراها يا جماعة، هذه تراها ما هي لها الحريم فقط أو الناس معينة ولا الحياة الفطرية، هذه تراها لنا جميعا، هذه العيالكم، هذه كل الناس. يوم انك تصيدها وتدمرها لا تصير أناني، خلها لك وللأجيال القادمة، ولا لا يا أخوي عبد المحسن؟ أكيد أكيد بلا شك أخوي، وانت جهودك طيبة والله يقويك ومن زياد في زياد. بالعكس، التلفزيون السعودي ما قصروا معنا اليوم، لهم جهود طبعا. هنا الكل فرحان في هذا الإنجاز، إن شاء الله أنها تتكاثر. ادعوا يا جماعة. معنا هالشباب الجديد من شباب حريم، هذول إن شاء الله راح يحمون الغزلان ويعلمون عيالهم. إن شاء الله الله يزوجكم يا رب. تمام؟ أيوة. وش رأيكم بالموضوع اليوم؟ والله زين، بس نطلب منهم يكثرون الأشياء، يجيبون المها باقي الحيوانات البرية كلها. يبون يجيبون كل شيء إن شاء الله. تمام، حتى الأسد، أنتم أسود، أنتم حامينها هنا إن شاء الله. تمام، ولكن جهودكم أنتم بإذن الله.
بدونكم ترى ما فيه، هم يطلقون طيب ويجي بعضكم بعض الناس ويخرب وكذا، لكن انتم جيل المستقبل باذن الله. تحمونها ان شاء الله بل تقدرون عليه. الله يوفقكم يا رب. الله يوفقكم ونعم رجال. الان رايحين يزرعون الاشجار في منتزه حريملا بعد ما طلقوا الغزلان. هذه الطريقة اسمها حصائد الأمطار، لا جاء سيل ترويها وتحافظ عليها حتى تنمو لين تصل رطوبة تحت. طريقة ناجحة نجحت في منتزه الغاط الوطني عند الصعب، والآن تطبق أيضا وتستمر. اسمعوا تغريدة الطير هذا، رائع في الشجرة هذه. خلفي طير أنا شوك ما تقدر تشوفه زين عشان صوره. الطائر اللي توي يغرد طبعا ياكل بعض الحشرات، يساعد على تنظيف الاشجار من بعض الحشرات الضاره. طبعا صعب تصويره لان حركته سريع يختفي بسرعه. اختفى الان. ايه معي طبعا الاخوان سعود القعيد واخوي خالد العيدان، طبعا هذولا نشطاء بيئيين ومهتمين بالبيئه، وبيض الله وجهكم على هذا الحضور. وش فعاليتك باليوم؟ يعني اولا ما نجي قطره في بحرك يا اخوي عبيد. لا خلنا هينا يعني خلنا في مجالنا اليوم، اليوم لا وهو العرس هذا البيئي. والله الحقيقه اليوم محافظه حريملا يعني تشهد تطور وهي ولله الحمد سباقة الآن في المملكة ما شاء الله بالفعالية هذه. ولأول مرة تطلق غزلان في منتزه وطني. تطلق نعم غزلان في منتزه وطني في المملكة ولله الحمد، فهذه ولله الحمد من جهود فرع الزراعة عندنا في حريملا يا سلام الأخ رايد العيدان يا سلام، وأحد أبناء المحافظة الشيخ عبد الله الشدي أبو أحمد. نعم. هذا حقيقة يعني يصعب لو قلنا فيه ما قلنا يعني الشدي الشدي نوفيه حقه من عملة نادرة حقيقة عملة نادرة ترى من جهوده الخاص ومن حسابه الخاص يبذل ماله وجهده ووقته وكل شيء، فما له والله منا الا الدعاء. الله يكتب اجره. نعم. اخوي خالد والله ما كلام ابو تركي صحيح، يعني هذه ان شاء الله بادره خير وفي ناس مخلصين على خير، ولا ننسى المحافظ ايضا المحافظ يعني مهتمين واجد. نعم. ابشرك والله الحمد، وهذه بدايه خير ان شاء الله. تو تكلمنا مع حق الحياه الفطريه يقول هذه تجربه نجحت ان شاء الله، نحاول نطورها. سوف تعمم في المنتزهات الاخرى مثل منتزه الغاط والزلفي. اي نعم. يا سلام على اساس الناس تشوفها قدامهم بعد. اي الله يصير مدرسه. هذه بدايه ان شاء الله تعالى. يا سلام بيض الله وجهك. شاكرين لكم. شاكرين. جزاك الله خير. معي استاذ الدكتور هاني تطواني، ما قصر في هذا العرس البيئي، جابوا الغزلان ولاول مره، عاد أترك له الفرصة في الحديث عن هذا الفرح وهذا الواجب الوطني اللي قدموه هو وغيره من الأخوان. جزاكم الله خير. تفضل يا سعد. الله يحييك يا هلا ومرحبا. في الواقع هذه فرصة متميزة للهيئة أن تكون شريك في هذا النجاح، وكأول مبادرة لوزارة البيئة والمياه والزراعة تحسين التنوع الأحيائي في المنتزهات الوطنية، وحتكون إضافة جوهرية إن شاء الله لجذب
متنزهين ورفع مستوى الوعي لأهالي المنطقة وزوار ورواد هذا المنتزه بأهمية المحافظة على المكونات المختلفة لبيئتنا الهشة. فنتشرف أن نكون طرف في هذا البرنامج. وطبعا هذه الضبة هي من إنتاج الهيئة في مراكز الأبحاث. زرتكم لكم جهود رائعة. الله يعطيك العافية. نعم. وهذا إن شاء الله أحد الروافد اللي من أجلها وضع برنامج التكاثر اللي تعمل عليه الهيئة. بيض الله وجهك وما قصرت. وهذه مدرسة تعليمية للأجيال الجديدة يعرفون يشوفون الضبة أمامهم. نعم. يتعلمون أيضا حتى حماية البيئة. الله. بيض الله وجهكم. شكرا. وشكرا لمن اقترح هذا الاقتراح الرائع. الله يعطيك العافية. الله يكتب أجرك. معنا أخونا طارق العباسي في الزراعة. كلمة لك في هذا العرس البيئي. الحمد لله والشكر لله، هذه نتاج المحافظة على هذا الشعيب الجميل من أهالي المنطقة والله الحمد. وهذا بنتوج الآن بإطلاق بعض الحياة الفطرية لعلنا نعيد بعض اللي كان موجود في هذه المناطق إن شاء الله. حيث كانت أول. كانت أول. وسوف تعود. إن شاء الله بإذن الله. شكرا لكم. مخلصين في كل. شكرا لكم. شوي من معي. دكتور مبكر رشيد الأحفظ. والنعم والله. حياك الله. مدير عام المنتزهات الوطنية. هذه الخطوة المباركة اتخذتها وزارة البيئة والمياه والزراعة في إطلاق أول تجربة في إعادة إكثارها من جديد الحيوانات البرية داخل المنتزهات البرية لإعطاء تنمية الحيوية داخل المنتزهات. وهذه أول خطوة إن شاء الله، حتى ليها إن شاء الله خطوات أخرى في منتزهات أخرى على مستوى الوطن الوطن إن شاء الله. ونتمنى لكم التوفيق والسلام. بيض الله وجهكم. إن شاء الله تعود أيضا وترجع للحياة من جديد كما كانت في السابق إن شاء الله بإذن الله. لأن الشجرة لوحدها ما تكفي، فلازم حولها حياة. إن شاء الله. في حياة إن شاء الله تعود الحياة من جديد. شكرا لكم ما قصرت. بيض الله وجهكم. أخوي وعزيزي قتيبة، الدكتور قتيبة السعدون، وش رأيك في هذا اليوم وهذا العرس لأول مرة التجربة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فعلا هذا عرس بيئي، وأنا يعني أرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات لمعالي وزير البيئة والمياه والزراعة ومعالي نائبه المهندس منصور المشيطي وسعادة الدكتور أسامة بقيها وكيل الوزارة والأخوة أعضاء الوكالة منسوبها. هذا فعلا هو عرس بيئي لأنه هو أول مرة إعادة الحياة. نعم، لأول مرة في تاريخ المنتزهات الوطنية في المملكة العربية السعودية يعاد إطلاق الأحياء الفطرية التي كانت مستوطنة سابقا ابتداء في منتزه شعيب حريملة. ويحق لمحافظة حريملة أن تتميز وتأخذ كأس الامتياز على جميع محافظات المملكة، وذلك لعدة أسباب. آخرها هو هذا السبب اللي احنا عايشين أحداثها الآن، وهو غير مسبوق على مستوى المحافظات المتنزهات الوطنية. وثانيها أنه محافظة حريملة هي الرائدة في التشجير البيئي، ومشاريع التشجير البيئي في هذا المنتزه واضحة. وثالثها أيضا محافظة حريملة هي رائدة في حماية المراعي وعمل مصادات المياه وحصاد الأمطار، وهذا أيضا ملاحظ في شعيب حريملة. ورابعها أو خامسها هو حماية المنتزه أو حماية الغطاء النباتي من مئات السنين من حمى قبلي وحمى مجتمعي. وسادسها وسابعها الإدارة التشاركية الهامة جدا في إنماء القطاع النباتي وفي المحافظة عليه، منها مشاركة السكان في تجهيزات المنتزه وتوفير الخدمات فيه وبذل المال وبذل الجهد. فهذه تعتبر محافظة رائدة لها كأس الصدارة على مستوى المملكة. ونتمنى أنه تحذو حذوها باقي المحافظات لرفعة بلدنا الغالي. إن شاء الله. بيض وجهكم. شاكرين جهودكم وجيتكم من بعيد وحسكم الوطني العالي. شكرا لكم. بيض الله وجهكم. أنتم السباقين، نحن نتعلم منكم. أنتم مدرسة وأنتم أصلا اللي علمتونا. كنا صغار ذاك الوقت، عاد بين شيء نكبركم شوي، نبي نهرب عن الكبر شوي. شكرا لك يا دكتور. شكرا. معي أخوي صالح الحيدر. نعم، حياك الله أخوي. الحقيقة مناسبة طيبة ورائعة حقيقة في هذا اليوم الجميل. وأشكر معالي وزير البيئة والزراعة ونائبه ووكلائه
والشكر أيضا موصول لفرع زراعة حريملة على جهودهم الحقيقة الملموسة والواضحة، وأيضا جهود المواطنين أيضا لها أثر يعني إيجابي في تفعيل هذه المنتزهات وحمايتها ورعايتها. وعلى رأس المواطنين سعادة الشيخ عبد الله الشدي جزاه الله خير وجعل ما بذله في ميزان حسناته وأمده الله بالصحة والعافية. والحقيقة أكرر هذه المناسبة جميلة ورائعة، واليوم أيضا جميل، وحقيقة تشرفنا بزيارة المسؤولين، وأشكر الله جل وعلا على هذه النعمة، وأسأل الله تعالى أن يحفظ لنا أمننا واستقرارنا وولاة أمرنا إنه السميع المجيب. شكرا لك بيض الله وجهك، شاكر مقدر يا سيدي. حياك الله.